فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إن لديها بنت تبلغ من العمر 11 عاما ولديها تخلف عقلي 11 عاما، نعم، ولديها تخلف عقلي متوسط حسب تقرير المستشفى، وتدرس مناهج خاصة ولديها صعوبة. يقول أو تقول المرأة: هل تعتبر ابنتي هذه مكلفة وتؤمر بالصلاة؟ وكيف يكون التعامل معها؟ هل علي شيء إذا تركتها فلم أوقظها للصلاة، مع العلم أنني أعاني المشقة في ذلك، فهي تصلي أحيانا وترفض أحيانا كثيرة؟ عليها من التكليف بقدر ما عندها من العقل، وأنت تأمرينها بالصلاة وتلزمينها بذلك إذا حضر عقلها، تلزمينها بالصلاة وتصبرين على المشقة، وأنت على أجر إن شاء الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.